السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بنشوف معايا كيفية تحضير نوع من أنواع المثلجات، كريم غلاسي صنع منزلي ولا مثلجات صنع منزلي. اليوم اخترت باش نعملها من الفاكهة نتاع المانجا. المانجا في الوقت هذا هي فاكهة موسمية وثمنها معقول، يعني مش غالية في الثمن. كما تشوفوا معايا كي ناخذ كردونة كيف هكا تتكلف رخيصة، ما تجينيش غالية. وبالنسبة للمانجا لازمنا نختاروها تبدا مش طريه، يعني تبدا القشره نتاعها تبان جديده كيما تشوفوا، كي نلمسوها ما نلقوهاش طريه. الكعبات كلها كيف هكا كيما تشوف، الكعبات كلها يبدو صحاح ويبدو جدد، خاطر تلقي فيها بلاصه تبدا سودا شوي، يعني من داخل راهي مش صالحه، تجيك سودا ثاني من داخل وجي مطعمها متغير كيما تشوف. كي نشروها نحاولوا نشروها وهي تبدا جديده. بالنسبة للغلة نتاع المانجا كما قلت لكم هذايا السيزون نتاعها ولا الموسم نتاعها، وتبدا الثمن نتاعها معقول ما تبداش غالية. المثلجات نتاع اليوم باش تشوفوها معايا بطريقة سهلة مبسطة، والمذاق نتاعها يجي من أبل ما يكون، وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نتعدوا تو مرحلة تحضير الايس كريم ولا المثلجات المنزلية. اول حاجة باش نغسل الكعبات الكل من برا مليح ونشفهم ونبدا نقصهم معاكم. معايا قصيت الكعبة لولا كيف هكا وخليت القلب نتاعها فارغ كيما شفتوا، نحيت قد ما نجم من القلب نتاعها. تو باش نرميه، نكمل نقص بقية الكعبات بنفس الطريقة وبعد نرجع ان شاء الله. بعد ما غسلت كعبات المانجا من برا وقشرتهم قصيتهم طروف طروف ونحيت لهم القلب نتاعهم، تو باش نحطهم في آلة الرحي نرحيهم. خلي آلة الرحي ترحي مدة 3 ولا 4 دقائق. بعد المانجا ترحت كيما تشوفوا، ولا القوام تاعها رطب كيف هكا. توا المانجا نتاعنا مرحية وحاضرة، والقيمة جتني 700 مللتر مانجا مرحية كيف هكا، لا فيها ما لحد شيء وحدها يعني المانجا. وعندي الحليب المركز المحلى هذايا حضرته معاكم في فيديو، تو خليلكم بحول الله اللي نتاعو في صندوق الوصف، خذيت منه 200 مللتر. نزيد تو الحليب المكثف المحلى كيما قلت لكم قيمة 200 مللتر. بسم الله الرحمن الرحيم، خليها تستقطر مليح باش نستنفعو بكل قطرة تهبط. كيما شفتوا معايا بعد لازلت الحليب المركز المحلى ما نخلوهاش وقت كبير، نخلوه شويه بركه غير الحليب المركز المحلى يتخلط مع المانجا مليح. كيما شفتوا معايا ما خذتش وقت كبير باش الحليب المركز المحلى يتخلط مليح مع المانجا. تو باش نغطيه في نفس الاناء ونخليه
ونحضر معاكم الكريم شونتيه. تو باش تشوف معايا كيفيه تحضير الكريم شونتيه، نحط 250 مللتر من الحليب البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي كيس فيه 100 غرام من مستحضر الشونتيه، نزيدو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي نستعمل فيه هو النوع هذا، متوفر بكثره لهنا في موريال. تو باش نخلي آلة الخلط تتحرك مدة 10 دقائق بدون توقف لين تحصلوا على كريم شونتيه. كما تشوفوا معايا لكريم شونتيه حضرت. تو نتعدوا للمرحلة الأخرى. كما تشوفوا معايا حطيت خليط المانجا والحليب المركز المحلى اللي رحيناه مع بعض، حطيته في معون واسع، وعندي تو لكريم شونتيه حاضرة. تو باش نبدا نزيد لكريم شونتيه فوق الخليط بشوي بشوي لين نكمل القيمة كاملة. شفتوا معايا حركت المكونات الكل مليح، ما خليتش لاكريم شونتيه تطيح القيمه نتاعها ولا الفوليوم نتاعها. هاك تشوفوا ولا لون واحد، هذا علاش لازمنا نتحصل. تو عندي انيه بغطاها خاصه بالثلاجه. تو باش نحط الخليط نتاع لاكريم غلاسي ولا المثلجات نتاع المانج في الانيه اللي شفتوها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطوا من الاول كيف هكا شوي، نحاول نخلطوا شوي من الاول ونصبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تو نغطيها. تو باش نهز نحطها في الثلاجه ليله كامله، المهم حطوها اكثر من 6 سوايع باش تتماسك وتجمد، وبعد نرجع ان شاء الله. المثلجات متاعنا حضرت، خليتها اكثر من 6 ساعات في الثلاجة كما تشوفوا. شفتوا معايا حطيت الكريم غلاسي نتاع المانجو ولا مثلجات المانجا، حطيتها في كويسات كيف هكا للتقديم. عندي شويه لوز كونكاسي وعندي شويه نعناع باش نزين بيهم، وعندي شويه سيرو نتاع فريز، نحطوا شويه سيرو نتاع فريز فوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. المثلجات نتاعنا حضروا، حطيتهم في سينية التقديم، مذاقها جا من قبل ما يكون، وطريقتها سهلة كما شفتوا وبمكونات بسيطة، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هذوما الكويسات للوليدات، وهذايا الكورنو لطاطاكم يمين. أنا ما نحبش فيه الفريز وما نحبش فيه اللوز، عملت كورنو عادي كما تشوفوا فيه. هذه مثلجات المانجا، المذاق نتاعها يجي بنين بنين على الأخر. ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم وتنال رضاكم.
إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.